خلينا نروح للحدث ونشوف لقاء نورهان مع كابتن جاليليو. تجدد التحية بيك كابتن أحمد وبمشاهدينا وبضيوفك الكرام، وإحنا طبعا لسه هنا في مقر حفل توقيع بروتوكول الشراكة الاستراتيجية بين شركة استادات الوطنية وشركة والبريد المصري للاستثمار، وزي ما قلت معانا نجم نادي الأهلي السابق كابتن محمد عبد الجليل، يمكن أحد المدعوين النهاردة. بنرحب بيك معانا يا كابتن على شاشة قناة النادي الأهلي. مرحب بك ومرحب بقناة الأهلي العزيز على القلب طبعا، وبرحب في الناس اللي في الاستوديو المحترمة. الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد بيحب يشوف حاجات زي دي كده، يعني بروتوكولات بتتعمل. البريد المصري بقاله فترة في تطور، حاجة محترمة قوي. طبعا شركة استادات الوطنية اتولدت عملاقة وعاملة حالة في البلد محترمة. أنا عن نفسي عضو فيها وبقالي 3 شهور ماسك فرع الفيوم، هي أكاديمية استادات، وشايف إن هي أكاديمية محترمة وإن شاء الله تعمل شغل كويس قوي. الاهتمام بالمحافظات بقى، يعني إحنا شايفين أندية سيتي كلاب الفكرة نفسها قائمة على الخروج من المركزية والخروج من الاهتمام فقط بالقاهرة. الاهتمام بالمحافظات، الناس أنا حضرتك بتقول الفيوم، الناس في الفيوم شايفة المشروع إزاي؟ بصي، هو احنا برضو ما لحقش نعمل دعايه كويسه، ولكن انا بقالي 13 سنه في الفيوم، فلما الناس اختارتني ان انا امسك فرع الفيوم، شايف ان عامله حاله انا بادئ الاكاديميه ب 12 لاعب، دلوقتي بسم الله ما شاء الله معدي 90 في خلال شهرين. ان شاء الله الفتره الجايه الدعايه هتبقى في الفيوم قويه جدا. الناس المسؤولين عن شركه استادات عاملين كذا فرع في كل حته، ودي مش هدفه للربح، دي باجور رمزيه خالص. الهدف منها ان اللاعب يمارس، اللاعب يظهر لو عنده موهبه. انا شايف ان حاجه محترمه قوي ان الدوله بتعملها، شركه استادات وطنيه فعلا، وان شاء الله باذن الله في تقدم على طول ان شاء الله. حضرتك قلت حاجه مهمه، الربح او الاهداف. الاستثمار الرياضي بشكل عام اصبح يعني بقى يعني حاجه كبيره في اطار الرياضه بشكل عام. الاستثمار الرياضي ما بقيناش بس بنشوف فكره انه احنا بنقعد نتفرج على كوره وبنبسط بكوره بس، لا، الموضوع بقى اكبر من كده بكتير. حضرتك شايف الفتره اللي جايه الاستثمار الرياضي في مصر رايح لفين؟ في تقدم، يعني انا شايف ان الفتره دي او في خلال ال10 سنين اللي فاتوا، لا، اي مؤتمر بيتعمل بتلاقيه بشياكه، اي تنظيم بطوله هنا بتلاقيها ناجحه جدا، اي قرعه بتتعمل في مصر بتعمل كويس جدا. حته بقى الاستثمار، لا، انا شايف ان الرياضه اللي هيستثمر فيها صح هينجح. انا بقول لك ان شركه استادات، لا، مش هدفها الربح قوي، ممكن يبقى في شراكه تانية في حته تانية، استثمار تاني، بس مش في كره القدم بس. عندنا ابطال اولمبيين وابطال، يمكن احنا كنا بنقول زمان الالعاب الشهيده، لا، دلوقتي مش معادش شهيده، بقت العاب قويه وفي بطول ابطال ناجحين جدا مش في كره القدم بس. فانا اتمنى ان كله يحزو بحزو شركه استادات الوطنيه، يحزو بالبريد المصري للاستثمار، حاجة محترمة. وأنا بقول لحضرتك البريد المصري في تطور، حاجة في خلال ال10 15 سنة اللي فاتت، لا، حاجة محترمة إن شاء الله. كابتن محمد عبد الجليل بشكر حضرتك جدا ونورتنا على شاشة قناة النادي الأهلي. شكرا، وأنا اللي بشكرك وبشكر قناة الأهلي دايما، شكرا. وده طبعا كان لقائنا مع كابتن محمد عبد الجليل، احد نجوم النادي الاهلي السابقين واحد يعني القائمين في احد الفروع في انديه كلوب سيتي وشركه استادات. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا كابتن محمد عبد الجليل، وشكرا زميلتنا نورهان طبعا، ومن كلام عبد